أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بعد أن قدم أن موسى استسقى ربه لقومه فقبل ربه سقياه وقال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وتوجه كل سبط من الأسباط وذريته إلى مشربهم. وضع الحق قضية كان ولا بد أن تذيل بها هذه النعمة، لأن الإنسان حين يكون مضطرا يفقد الثقة بنفسه وبأسبابه، ولكنه لا يسلم نفسه فيلجأ إلى ربه. فإذا ما لجأ إلى الله باضطرار أجاب الله دعاءه، لأنه قد استنفذ كل الأسباب التي أمده الله بها. والإنسان لا يطلب معونة الذات إلا إن استنفذ أسباب الذات المعطاة له. وكثير من الناس كما قلنا يقول دعوت الله فلم يجبني، نقول له الذي يجاب إنما هو دعاء المضطر، وأنت دعوت عن ترف فلم تدع عن حاجة. والحق سبحانه وتعالى حين يستجيب لصاحب الضر فيكشف عنه ضره ويستغني بما أعطاه الله، يعود إليه طغيانه الذي قصه الله عنه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وبعد ذلك حينما تأتيه النعمة يذكر نفسه ولا يذكر ربه، ويقول أوتيته على علم. فيريد الله أن ينبه بعد حادثة الاضطرار إلى طلب السقيا، يستغل هذا الاضطرار، يعني في حموة الاضطرار يقول اكلوا واشربوا من ايه؟ من رزق الله. ولا تجيبوا على هذا بأن تعثوا في الأرض مفسدين. إذن فكأنه استغل امتداد حاجة الضعف البشري ولقنه الحكمة التي تدفع عنه غروره بنفسه حين يستغني. لقد كان لسبأ في اليمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا. أعرضوا عن ماذا؟ الأعرضوا عن الأكل؟ لا، هم كلوا، بس كلوا مش على أنه من رزق ربكم، على أنه من شطارة وبنينا السد. الله. طيب يبقوا أعرضوا عن إيه؟ كلوا كلوا، بس أكلوا أكلا غير ملتبس من رزق الله، ولكن من سد مقرب اللي عملناه وعملنا مش عارف الايه. واعرضوا عن شكر الله، فبماذا اجابهم الله؟ فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم. اللي كانوا بيعتزوا بيه انه حجز الميه وعمالين يروم ويعملوا زي ما هم عايزين ويجي لهم الخير، جات لهم النكبه من ايه؟ منه نفسه. ارسلنا عليهم ايه؟ سيل العرم، وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إذن فيجب أن يحتاط الإنسان لنفسه حين تواتيه الأسباب. ويقول الله: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لإيه؟ لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره
مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسة، مش كده؟ وفي آية تانية برضو قل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، يقول لك لا أصلا احتطت للمسألة وأصلا اتجدعنت وأصلا عملت وينسى الإيه؟ ينسى الأصلية خالص. فربنا جه استغلهم وقت الحاجة كما تستغل الحاجة في من يطلب منك شيئا ثم تنصحه وقت حاجته، لأن وقت حاجته ما عندوش غرور الاستعلاء ولا تكبر الطرح، يقوم يمكن ايه يستمع. فربنا لما سقاهم قال بقى كلوا واشربوا بس من رزق ايه؟ من رزق الله. اياكم ان تقولوا ده من عندنا، ده حتى جالكم عن غير بلك، لو جال إيه مطر يمكن قالوا ده صدفة والمطر نزل، لان المطر ينزلوا عادة مش كده ولا لا؟ اما جبالهم من حجر عشان يبقى ما فيش كلام، يعني ايه ما فيش احتيال للطغيان. ولا تعثوا في الارض مفسدين، تعثوا في الارض مفسدين، عسى يعني افسد وفساد، فساد شنيع. طيب لا تعثوا في الارض مفسدين، القده جاي ليه؟ طب ما هو ما دام يعثوا يبقى فساد ولا لا؟ قال لك لا، لان هناك امور قد تجري وفي ظاهرها الفساد، هي فساد في الظاهر، انما نظرا لما يكون من ورائها من الاصلاح يبقى اهو عسى صحيح في ظاهر الامر انه ايه، ولكنه لم يكن مفسدا بل كان ايه مصلحا. افرض ان واحد ما يعرفش الولد ده صبعه ايه، جريله ايه، في غرغرينا في حاجه، وبعد ذلك شاف واحد جاي كده وما يعرفش ده ان ده دكتور وجايب مشرط وعمل بيقطع صبعه، الولد بحكم غررته مش عارف ايه يقول هذا عسى ولا لا؟ صحيح عسى، لانه جه على صابعه وقطعه من حيث الظاهر ان ده يفساد، انما هو ايه عمله ايه اصلاح، لان بدل ما يقطع الايد كلها وقطع الايد بدل ما يقطع الجسم كله ما يضيع. يبقى اذن فيه امر يخرج على قانون الصلاح العام بأن يكون إفساد في قانون الصلاح العام، ولكن اللي عندهم خبرة ودراية أعلى يقول لك ده أنا صحيح على قانون الصلاح العام يبقى فيه إفساد، إنما في الواقع هو إيه؟ هو إصلاح. ده كلام أول. مثلا خرق السفينة اللي قلنا عنه زمان، خرق السفينة في قانون الصلاح العام ده إفساد ولا لا؟ أهو عثى وأفسد مش كده؟ هي كلمة عثى زي ضرب تمام، عثى يعسي وعثي يعسى عسيا وعثى يعسو عسوا، كلها إفساد شنيع. بس كلمة مفسدين دلت على أننا نتنبه إلى أن الصلاح له قانون عام وله قانون خاص يعلمه أهل الذكر. مثلا أنت جيت كده وانت ماشي لقيت مثلا شرطة او ناس عمالين بيخلوا ناس من السكن بتاعهم ومطلعين عفشهم برا وبيطلعهم برا، انت ساعة ما تروح لقانون الصلاح العام بالعقلية العامة تقول اعوذ بالله ايه الوحشية دي، امال يروحوا فين، امال يعملوا ايه؟ لكن لما تيجي للصلاح الخاص اللي علمه اهل الذكر يقول لك ما طلعوش دلوقتي البيت هينهدم عليهم ويموتوا. يبقى هو عسى بقانون الصلاح، انه قانون الصلاح العام، انما قانون الصلاح الاصلاح الخاص مش مفسد بقى، بل هو ايه؟ بل هو مصلح. قلنا ان السفينه دي سفينه صالحه وكويسه وماشيه في امن الله ولمساكينها يعملون في البحر مش كده؟ وبعدين يجي مثلا العبد الصالح يعيبها، دي قانون الصلاح العام، يبقى عسى ولا مش عسى؟ لكن هو مفسد؟ لا، بما آتاه الله من علم لم يعلمه موسى يبقى هو عسى لكن غير مفسد، بل هو ايه مصلح صلاح. لو علمه أصحاب السفينة أنفسهم هم اللي خرقوا السفينة ليه؟ أم قال لك لأن ما دام فيه ملك ظالم وبيشوف السفن الكويسة ياخدها يغتصبها، فهو قال نعيب السفينة دي عشان لما يجي يقول احنا لسه هنصلح يوم يسيبها
وياخد السفن الايه الكويسه، يقوم نجها من مين؟ من الظالم. يبقى عسى يعني تعدى على قانون الصلاح الايه العام، انما الاصلاح الخاص في باله. مين اللي علمه الاصلاح الخاص ده؟ قال لك الله، لانه قال ايه عبدا من عبادنا اتيناه ايه رحمه. شوفوا كلمه رحمه تناسب انه يعيب السفينه، لانه ما دام رحمه ما يزورش عنه الاعمال الايه لتؤذي. وعلمناه من لدنا علما، استغل صفة الرحمة فيه لما علم من أن ملكا من الملوك يغتصب هذه السفينة، والسفينة لمساكين. إذن فالحيثيات دي كل ملك يغتصب السفينة الصالحة والسفينة لمساكين. قانون الإصلاح الصلاح العام يمنع لنا نعطبها، إنما لما نعرف الحكاية دي يحمل إيه؟ نعطبها ولا ما نعطبهاش؟ فلو أن موسى علم ما علمه الله، العبد الصالح ما علمش من نفسه. إياكم أن تفهموا أن أحدا يعلم شيئا بذاته، ولكن يعلم ده موضوع آخر. ولذلك ربنا احتط قبل القصة قال إيه؟ علمناه من لدنا علما وآتيناه رحمة، مش كده؟ يبقى إذن لما تشوفه هيخرق السفينة تذكر أن الله آتاه رحمة، تذكر أن الله آتاه. لو ما قالش رحمة يمكن نقول ده راجل قاسي القلب، لا، الأول عرفنا أن له إيه؟ أن له رحمة. وبعد ذلك بالصلاح الخاص علمناه من لدنا علما. فلو أن موسى علم ما علمه العبد الصالح من ربه، أما كان يساعد العبد الصالح في خرق السفينة؟ لو أن أصحاب السفينة ذاتهم علموا خرقوها ولا ما خرقوهاش؟ خرقوا. طيب الغلام اللي يقتله ده، وبعدين مشيوا كده ولقى غلام فقتله، قال له أقتلت نفسا زكية لقد جئت شيئا نكرا؟ قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما هو قال له الأول إنك ولن تستطيع معي إيه، وكيف تصبر على ما لم تحط به إيه خبرة. الله، إذن برضو قانون الصلاح العام كان يأبى أن يقتل الإيه الغلام، إنما القانون الأعلى الذي علمه له الله ما هو افسد، انما مش عسى، انما مش ايه، ما كانش يريد ايه الافساد. ليه؟ قال لك لان ده الغلام هيجي بقى بعدين يعلمه، اما السفينه فكانت ليه لمساكين يعملون في البحر، فاردت ايه، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ايه غصبه. اهي كل سفينه دي، كلمه كل دي عموم، نقول له لا، كل ملحوظ فيها القيد، فأردت أن أعيبها، يبقى كل سفينة غير معيبة. وإلا لو كان كل سفينة يبقى معيبة ولا غير معيبة ياخدها. يبقى أخذ كل سفينة إيه صالحة بقى، يأخذ كل، يبقى كل دي اوعى تدخل فيها أي سفينة، لا، أي سفينة ما فيهاش العيب، مش كده ولا؟ وإلا تنجى ازاي؟ طب وأما الغلام اللي قتله فكان أبواه مؤمنين، مدام أبواه مؤمنين ويمكن الولد ده يورثهم إيه غرور، يمكن يفتنهم في دينه، يمكن عايزين يعيشوه كويس، يمكن يسرقوا له، يمكن مش عارف ايه ينفتنوا بيه. فقال لهم انا هحملكم ايه، هحملكم دينكم، والولد ده يروح من سكتكم وهيروح الى الجنه لانه قبل التكليف. مش انتوا كنتوا عايزين يبقى مبسوط؟ اهو هيبقى مبسوط عندي، ها، وانتم ما تتفتنوش فيه. يبقى قانون الصلاح العام ولا لا؟ لما جه لقى الجدار يريد ايه، يريد ان ينقض فأقامه. وهم كانوا استطعموا القرية ولا ما مش استطعموها؟ أتى على قرية استطعم أهلها، استطعم يعني طلبوا إيه، الإنسان لما يطلب الطعام دي تبقى هي غاية الحاجة ولا لا؟ وأصل فيه فرق بين أن تطلب ما ينفعك مباشرة وبين أن تطلب ما يأتي، ما شيئا يأتي لك بما ينفع. يمكن لما يطلب مال تقول ده بيحوش وكانز وعنده فلوس قد كده، انما بيقول لك اديني رغيف اكله، تبقى دي في حاجه اكتر من كده، اديني الطعام. زي الراجل اللي بده يحسن الظن بسؤاله يقول لك يا شيخ انا مش عايز، بس يقول للراجل ده يديني لقمتين اكلهم وشويه فول، في حاجه اكتر من كده؟ يبقى ما طلبناش فلوس، لان يمكن لما تطلب فلوس يمكن ايه. طيب استطعم يعني طلب طعاما، مش حتى طلبوه لنفسهم عشان يطعموه يعني ياكلوه،
يعني ايه ياكلوه؟ يبقى منتهى الحاجة ولا لا؟ ومع ذلك اهل القرية مرضوش يدوهم. يبقوا قرية ايه شكلها دي؟ ده قرية لئيمة قوي. يقوم لما بنى الجدار ظن موسى ان دي بقى هياخد عليه اجر لانهم طلبوا ان ياكلوا ما ادولهمش، فعمل لهم عمل يبقى لا اقل من انهم ايه يدلوا الاجر. فلما ما خدش الاجر برضه سيدنا موسى دي خد ده ناس لقمه وما ادونوش ناكل، تعمل لهم عمل ولا تاخدش اجر عليه؟ ده مساله. قال له خلاص انت مش نافع وياي، هذا فراق بيني وبينك، انا هقعد اقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه. لان كان يجب ان يفهم انهم ما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، ما رضيوش قالوا لا خلاص. فابوا ان يضيفوهما. طيب كويس، لما ابوا ان يضيفوهما يبقوا لئام مش كده؟ طيب لما يكون اللئام دول في بلد، وبعدين دول اليتيمين دول لهم كنز وابوه حطه تحت ابوهم حطه تحت الجدار والجدار هيقع، يبقى لو وقع في وسط القريه اللئيمه دي ماذا يكون الموقف؟ هيلهفوه مش كده؟ يبقى اذا لما بنى العبد الصالح الجدار ولا خدش عليه اجر ده بينتقم منهم لانهم ما اطعموهش، مش حرامهم؟ يبقى عمل فيهم فصل ولا لا؟ يبقى اعمل فيهم فصل واخد اجره؟ لا بزياده. يبقى ربنا بيعلمنا ان في حاجات تجري وظاهر الصلاح العام او القانون العام يباها، ولكن القانون الخاص الاعلى هو يقوله. ولذلك قال له ايه؟ يريد ان ينقض. ربنا حب يبني الجدار ده علشان يبلغوا سن الرشد وبعدين ايه يستخرجوا الكنز. بالله افهموا بقى كده من فحوى العباره. طب لما يبلغوا سن الرشد مين اللي هيقول لهم ان في كنز هنا؟ ها، مين اللي هيقول لهم؟ يبقى لازم العبد الصالح بما اتاه الله من العلم ومن الرحمه والاخره بناه بنايه موقوته. بص كده لقى الولدين سنهم 7 سنين، يبلغوا سن الرشد مثلا في 16 او في 18، قال بنى الجدار بناء موقوت، يعني على قد سن كذا يروح مهدوم، ولكن مهدوم وهم بالغين الاشد يروح. ايش هذا مساله؟ فاراد ربك ان يبلغ ايه اشدهما ويستخرجك. اذن فقول الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، يمكن قال لو تعثوا بس يمكن ما نعملش ما يناقض الصلاح العام، ولو كان فيه صلاح ايه صلاح خاص نقول له لا، ده ذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز، ذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز. يبقى انت في اذهاب الثلث ناقضت القانون العام، الا انك دخلت في قانون خاص، هذا القانون الخاص هو ده اللي ايه هو ده اللي ايه اللي اصلح. ولا تعثوا في الارض مفسدين، كان فيه ايه عسية او عسو، انما ما يبقاش مقصده الايه الافساد. فيجب ان يتنبه الناس الى شيء ضد قانون الصلاح العام وشيء خاضع لقانون الاصلاح الخاص.